نشوفوا انه الايفينمون هذايا معناها يصير كان في البلاصه هذيا. اما بالرسمي عالم اخر محليه بالرسمي والله. والله عملنا جو خويا، عملنا جو على الاخر قسما. اما القراوه يحسوها حاجه عاديه، نحن يحسوها حاجه عاديه خاطر نحن ديما معناها نحضروا للمولد والكل. مولدكم الكل مبروك وكا. ما شاء الله احتفالات مزيانه برشا، روعه مزيانه. كل مولد طابع خاص في القروان. شيء تبدل، المولد يبدلها، المناسبة تبدلها، العيد تبدلها. المولد النبوي الشريف، واليوم موجودين في القيروان تقريبا التوانسه الكل تحبذ انها تحتفل باليوم هذا في القيروان. اي ناس الكل تحتفل، اما القراوه يحسوها حاجه عاديه، نحن يحسوها حاجه عاديه خاطر نحن ديما معناها نحضروا للمولد والكل، يحسوها حاجه مش بارابور. انا عندي صحابي جايبتهم من القاسرين ومن تونس ومن بنزرت والكل، معناها كلهم يحسوها حاجه واو، معناها المولد عندهم حاجه اكسبسيونيل، معناها حاجه اكسبسيونيل، حاجه تقليديه معناها، فما كان موجوده كان تجي مره في العام، موجوده كان في القروين، فهمت هذيك علاش نحن نحسوها حاجه عاديه، ونحسوها نحن اهالي القروين نحسوها معناها حاجه عاديه. انا بنت القروين. مولد سيدنا ذا. منين جيتي؟ نحن قراوه اصلا، شيء تبدل، المولد يبدلها، المناسبه تبدلها، العيد تبدلها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي بطبيعه. اي بطبيعه عنده نكهه خاصه برشا زاد. ومرحبا باللي يجي. واني قرويه. لا طبع خاص، المولد طبع خاص، كل مولد طبع خاص في القروان، عنده مطعم خاص. اقول لك ثري، احنا كل فرد بلاصه من حومة الجاي مع البلاد العربي، ذيك هو الناس وين معناها قاعده تدور. ما شاء الله احتفالات مزيانه برشا، روعه مزيانه. شو شويه زحمه بلا والزحمه، والله لعبت فرهدت. احنا جينا في رحله على كل حال منظمها يعني. جيت رحله صحيح تعبنا شويه منا مغادي، اما والله تعدت رحله مزيانه برشا. صحيح ما درناش وما ريناش برشا، اما والله عدينا شويه مزيانه، خذينا المقروض، خذينا الكفتاجي، درنا في سيدي الصحبي، ناس حنات، ناس حرقصت، عملنا جو بصراحه، عملنا جو. وزادوا في الزياره ما شاء الله، بالحق ما شاء الله. صحيح شويه تعب، لازم تعب، خاطر السفر بصفه عامه بكله تعب، فهمت؟ المولد تحسوا عنده طعم خاص في القيروان بالطبيعه، ما شاء الله. شنو رمال؟ والله عيدكم مبروك خويا، الناس الكل وكاهو، عيد عيد مولد، مولدكم الكل مبروك وكاهو وكاهو خويا، والله وعز جو وعز كل شيء. القروان من كباري من تونس، ديما تجي القروان من تونس؟ والله من تونس جي، والله اول مره نجي لهنا، اول مره والله. انا من حي تضامن، اول مره نجي حي تضامن يا خويا، قسما بالله يا صاح. واحلى هنيه، اما برج ولايه ملا مولده محلاه خويا، حي تضامن. واحلى هنيه خويا، الفاميليا الكل، واحلى حي تضامن، واحلى تونس، واحلى القروان، واحلى جو. واحلى هنيه خويا، اما بالرسمي عالم اخر محلاه بالرسمي والله. عملنا جو خويا، عملنا جو على الاخر قسما بالله. ونعطي ديديكاج لجماعه الزياره، واحلى سوسه فيك يا تونس. والله يعني بصراحه جيت مع جروب هذايا معناها اصحابي وكل شيء، جينا سبيسيالمون لهنا القروين باش نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، خاطر نشوفوا انه ليفينمون هذايا معناها يصير كان في البلاصه هذيا، امبيونس يصير محلاها على الاخر. ولا كيفاش يصير كان في البلاصه هذه؟ يعني تحسها ما
تنجم تعدي يعني المولد كان في القروان؟ يعني نشوف ما نجم نعدي المولد كان في القروان صراحة، يعني ما تنجمش تكون ولاية أخرى تعدي فيها المولد بخلاف القروان. أنت تعرف معناها اللي القروان قبل كانت هي أكثر ولاية يحتفلوا بها، دونك هذاك علاش الاحتفال يصير هوني راه. أنت تقول يعني المولد ما يحلى كان في القروان، وفما توانسة يقولوا لك الاحتفالات هذه زايدة يعني بدعة ما تجيش. علاش بدعة؟ عمرة لك كانت بدعة بالعكس، إنه الإنسان يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، علاش بدعة؟ عمرة ما كانت بدعة بالعكس، حاجة بيه على الآخر.